السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة مشاهدي برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية، أهلا بكم في حلقة جديدة اليوم عن ظاهرة تؤرق جميع المزارعين وجميع التجار المشتغلين بتجارة البذور والتقاوي. حلقتنا النهاردة عن غش التقاوي، وكلمة تقاوي شاملة، إما هي بذور يعني، أو شتلات، أو فسائل نخل، أو تقاوي بطاطس، أو أشياء كتيرة جدا. إذن حلقتنا النهاردة عن غش التقاوي. طيب ما هي الخطورة في غش التقاوي؟ وهذه الخطورة ما مبرر إن احنا نعمل عليها حلقة مخصوص ونقعد المزارع أو السادة الضيوف أو أنا شخصيا إن احنا نتكلم فيها؟ أنت اشتريت سين على أساس إن هي تنتج كمية 10 طن للفدان، فوجئت إن سين دي هي سين ناقص معرفش إيه ناقص إيه، وهتنتج لك 2 طن للفدان. يبقى أنت صرفت على الفدان نفس الفلوس وضاع منك نفس الوقت اللي هتصرفه على أساس تطلع 10 طن، أنت جبت جون في الهوا ونطيت في البحر ولقيت نفسك صرفت الفلوس دي كلها وضيعت الوقت ده كله وجبت 2 طن بس. وده سببه ايه؟ سببه حاجتين، اما انك انت كسول وعاوز تشتغل على تقاوي كسر من عندك وفاكر ان انت اللي ربطها على ايدك وانت حر، وده برضو مش عيب، يعني عندنا 70-80% من بعض المزارعين بيشتغلوا كده، لكن فيه كتيبة حوش وحرامية ومزورين وغشاشين يسطون على تعب الغير وعلى أرزاق الغير وعلى مجهود الغير وعلى أموال الغير. الغير ده مين؟ إما وزارة مثل وزارة الزراعة لديها إدارة مركزية بكافة باحثيها ومهندسيها وموظفيها وحقولها وتجاربها تنفق على بحوث معينة وتجارب معينة لإنتاج هجن أو صنف محترم يراعي كل العوامل والتحديات الموجودة، أو شركة محترمة عالمية بتشتغل في هذا المجال لإنتاج بذور محترمة. بعد الفاصل اللي أنا هاخده 3 دقايق بس، فاصل قصير، هرحب بضيوفي اللي هيقابلوني أو اللي هيقعدوا معايا النهاردة في الاستديو علشان ندرس معاهم مخاطر غش البذور على الإنتاجية الزراعية في مصر. خليكم معانا. اهلا وسهلا بكم حضرات السادة المشاهدين في حلقة غش التقاوي. يحضرني ان ارحب بضيفي العزيز المهندس عبد المجيد احمد فؤاد، مدير الادارة العامة لاعتماد التقاوي بالادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ محمود. النهاردة قضيتنا زي ما حضرتك سمعت في المقدمة، في البداية كده، يعني ايه غش تقاوي الاول؟ غش تقاوي اللي هو اللي اسمها السوق البديلة، ان في بعض الناس اللي بتسول لهم انفسهم ان هم ياخدوا تقاوي او اي تقاوي يجيبوها ويعبوها في عبوات. دي مش اي تقاوي بقى، اي حبوب. اي حبوب. اي اسمها حبوب. اي خام. اي بذور بتتزرع وياخد اسم اي منتج لاي شركه عبوه، يعمل تقليد يعبي فيها العبوات دي ويحط عليها نفس البيانات ويبيعها. ما تمش عليها اي اجراءات خاصه بالاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي. التقاوي المغشوشه هي التقاوي التي لم يتم عليها كل الاجراءات اللازمه لاعتمادها كتقاوي معتمده وسليمه. طيب حضرتك دلوقتي معظم مشاهدينا احيانا ما بيكونوش مزارعين بس، ده مزارعين حدائق، مزارعين قصص صغيرة في بيوتهم، في مكاتبهم، في البلكونات بتاعتهم. الله، هو ايه الفرق بقى بين البذور العادية والتقاوي؟ ده اللي انا عاوز بس اوضحه للسادة المشاهدين. التقاوي بتتم عليها مجموعة من الاجراءات والرقابة من اول ما تبقى بذرة لحد ما بتتزرع في الارض. عندنا في الادارة المركزية لفحص اعتماد التقاوي إدارة العامة للتفتيش الحقلي لها إجراءات بتتابع البذرة في الحقل من أول الزراعة، مهندسين بينزلوا تبع الزيارات من أول المحصول ما تتحط بذرة لحد ما يبقى مجموع خضري،
ويدي إنتاجية بيتم اتباعها من الإدارة العامة للتفتيش الحقلي، بيدي زيارات ويدي الإنتاجية. المحصول دوت صنف مسجل ليه إجراءاته وتسجيله ومسجل وتم رقابته لأوراقه وزياراته في عمر كذا وعمر كذا وعمر كذا. بعد ما يدي إنتاجية بيدي تقدير مبدأ الحقل ده، مثلا يدي 15 أرداب ب 20 أرداب إنتاجية قد كده. حضرتك دي إجراءات اعتماد التاوى، يعني عاوز أفهم المشاهد لأنه بيقول لي الله ما يعني إيه، أعرف يعني إيه بذرة عادية؟ يعني أنا لو جبت كوز ذرة عادي من عند الراجل اللي بيبيع الذرة المشوي تمام ونشفته وفرطته، ده بذور ذرة ممكن أزرعها تخضر؟ ممكن تتزرع، هتخضر وهتجيب إنتاج. إيه الفرق بين دي وبين بذرة التقاوي اللي أنا جايبها، الذرة نفسها اللي في شكارة مكتوب عليها تقاوي؟ ماليش دعوة بإجراءات اعتماد، الفرق بينهم إيه؟ ما هو الفرق إن دي التقاوي المعتمدة دي تم عليها الإجراءات دي وتم الفحص المعملي عليها بعد كل هذه الإجراءات وتم اختبارها داخل المعمل المركزي عندنا في الإدارة المركزية للفحص واعتماد التقاوي. بشوف نسبة الإنبات بتاعتها، درجة الحيوية بتاعت قوة الحيوية، النظافة، بتدي إنتاجية عالية، تم عليها كل إجراءات الرقابة، مقاومتها لبعض الأمراض، مقاومتها للتغيرات المناخية، تحملها للعطش، تحملها لأي تحديات موجودة في البيئة اللي هي مزروعة فيها، بتكون مسجلة وتكون معتمدة. بعد كل الإجراءات دي بتبقى معتمدة. بعد الخطوات دي كلها وكل الخطوات من اول ما تبقى في الحقل لحد ما بتبقى في العبوه للتداول، دي اجراءات بتتم من ثلاث ادارات عامه في الاداره المركزيه للفحص على اعتماد التقاوي. طيب الفرق بين انتاجيه التقاوي المعتمده والبذور العاديه؟ الاداره التقاوي المعتمده تقدير الحقلي، التقدير المبدئي بيديني تفتيش الحقل، بتدي من الممارسة ومن الرقابة ومن مراجعة الأراضي وإجراءات التفتيش الحقلي، بيبقى عارف إن كل مثلا بذرة دي بالإجراءات بالتسميد بالإجراءات اللي تمت هتديني تقدير مبدئي قد إيه، تدي الإنتاجية بتاعتها دي. لكن التانية ما تمش عليها رقابة، محدش عارف، محدش عارف، تعتبر مجهولة بالنسبة لي. طيب ما هي الأسباب التي تدفع الغشاش للغش ويجيب بذور عادية يخلطها بأي لون وعباها في شكارة وحط عليها ستيكر وقول دي تقاوي؟ الاسباب ان دوت كاي واحد بيغش لاي مصدر لاي حاجه معتمده، اللي هو التربح السريع ومالوش علاقه بقى باي حد، كان هيضر فلاح يضر المزارع. احنا الاول كل اجراءاتنا هدفنا مصلحه المزارع والارض، اللي هو بعد ما يصرف في الارض وياخد تقاوي معتمده سليمه انه يتاكد انه بيصرف فلوسه في الارض في مصدر موثوق منه وتدي له انتاجيه مظبوطه. طيب انا جاي السؤال ما بقاش واضح لحضرتك، اتفضل. حضرات الساده المشاهدين، انا اقصد واحد يقول لي مثلا طب ايه الفرق، يعني طب هو بغش ليه ما يجيبها لي ذره؟ لا، طن الذره العادي وليكن ب 4000 جنيه، انما طن التقاوي ب 40000 جنيه. هنا الفرق انه حط عليهم ب 10 صاغ الوان وعباها في شكاير كلفته كمان، الطن كلفته كمان 300 جنيه، ويبيعه يبقى تكلفته عليه 4300 جنيه مثلا، يبيعوا ب 40000 جنيه. هو ده الفرق، ان كيلو التقاوي المعتمد الحقيقي اللي فيه كل الصفات الوراثيه او صفات الهجين اللي اتصرف عليها ابحاث عشان احط فيها جينات معينه تتحمل التغيرات المناخيه، تتحمل العطش، تتحمل الامراض، تكافح الامراض، تدي انتاجيه عاليه، تختصر للجهد، تختصر للتكاليف، دي فلوس اتصرفت على الصنف او الهجين اللي سميناه تقاوي ومشى بالمراحل دي اللي اعتمدتها إدارة خاصة في وزارة الزراعة. إنما التانية لا، أنت ضميت الذرة ولا قطعته فرطته رجعت عبيته وعاوز تبيعه على أنه تقاوي وما كلفكش حاجة. معلش أنا آسف كابتن. لا تمام، مضطر أفسر يعني. تمام. طيب بتعملوا إيه؟ بس خلي بال حضرتك بعد إذنك، اللي هيبيع السعر دوت اللي هياخد طبعا هيدفع تكلفة قليلة جدا، لانه ما بيصرفش المصاريف المناسبه لاعتماد التقاوي وتفتيش الحقلي، فبالتالي هيبيع بسعر اقل من التقاوي المعتمده او الاصليه السليمه، هيبيعه محروق، وهو الفلاح ما بيجريش ورا السعر القليل. يجري ورا عبوه معتمده على بطاقه اعتماد معتمده من مكان مرخص، يشتري بطريقه سليمه، حتى لو يدفع السعر المظبوط الزياده احسن له من ما ياخد الاقل المضروب المزور. لان المزور ما صرفش زي ما قلنا، مش هتعرف، مش فاذا الطن الرسمي ب 40000 وممكن يحرقه ب 25000 وما فيش عليه تكاليف. بالظبط. طيب حضرتك دلوقتي ازاي المزارع بالفعل يعرف ان ده حبايه ذره عاديه ودي حبايه ذره تقاوي؟
يعني يكتشف المغشوش من الاصل ازاي؟ الاصل احنا من ساعه الدكتور احمد عظام رئيس الاداره المركزيه للفحص والاعتماد التهاوي، واحنا عاملين مجهود على الاسواق بطريقه غير عاديه في الرقابه والتداول والعلى التهاوي، وبنزلنا حتى تعليمات الدكتور احمد، نزلنا منشور في كل محلات التهاوي مكتوب يافطه كبيره كده جنب الترخيص، لازم يكون المكان مرخص اصلا. يعني موضوع الرقابه على التداول دوت في التهاوي هشرحه لحضرتك بالتفصيل دلوقتي، اعلان كده مكتوب جنب الترخيص، لازم الترخيص يكون معلق في المكان اللي بيتاجر في التهاوي، ترخيص طالع من صادر من الاداره المركزيه لفحص واعتماد التهاوي، المكتوب اعلان اخي المزارع تعليمات انه لازم يلتزم يشتري من مكان مرخص، يشتري بفاتوره من المكان دوت، بحيث لو حصلت اي شكوى من اي عبوه، مش كميه بقى، عبوه واحده، لو جت شكوى وانت معاك فاتوره بيها انا اقدر اتصرف مع الجهه المنتجه لهذه العبوه لان اعرف اجيبها، اللي هو التتبع بتاع العبوات. طبعا احنا من فتره طويله جدا بنقول للناس المزارعين يا جماعه لو سمحتوا ما تستسهلوش، تقاويك لازم تشتريها بفاتوره، الفاتوره دي هي اللي بتقول للجهات الرسميه المختصه، المحكمه العلميه زي وزاره الزراعه، انك انت التزمت بالشروط الاساسيه في شراء تقاويك. بالظبط. بحيث انك لو تعرضت لحاله من الحالات، يعني احتمال مثلا ان تقاويك تكون اصليه فعلا، لكن اتعرضت لاي حاله مرضيه في الغيط اللي انت زارعها فيه. لو انا نزلت لجنه اشرافيه او رقابيه علشان تفحص وتاخد عينه وتحلل، وطلع العيب من شركة التقاوي، انت مش هتتعوض على سعر التقاوي بس، ده انت ممكن تتعوض على التكاليف بتاع الارض واتعابك وايجار ارضك وكل العمليات الزراعية، يبقى انت على الاقل ما خسرتش حاجة. طيب لو حصل مثلا يا باشمهندس زي الكيس او الحالة اللي حصلت اخيرا في احدى قرى محافظة الدقهلية، تمام، شركة من شركات تقاوي البطاطس نزلت لهم عينة في سنة من السنين، العينة جابت انتاج رهيب جدا وكان ممتاز قوي، ودي كانت جر رجل. السنة التانية قامت منزلة كمية تقاوي كبيرة منها، الفلاح اللي جربها راح جري عليها، اتزرعت منها اكتر من 1000 فدان، وفي النهاية ظهرت عليها الفيروس وما جابتش بطاطس. طبعا نزلت لجنة من الوزارة ممثلة من معهد الامراض ومن الادارة المركزية للمحاصيل والبساتين قسم الخضر، لجنة كبيرة وحرزت وشافت وعرفت واخدت عينات، لكن للأسف الشديد ما لقوش فواتير مع فواتير الفلاحين بالتقاوي. انا المستند المرجع الاول، فده طبعا مع احترامي لازم اقول له انت لابس في الحيط. المرجع الاول ليا في اي شكوى خاصه بالتقاوي الفاتوره اللي انت شاري بيها. ليه؟ لان اي منفذ مرخص عنده دفتر فواتير في المحل، بتتكتب بيانات العبوه او الكميه اللي هو خدها، بياخد هو الاصل الفاتوره معتمده ومامضيه ومترخه، ويكون الصورة بتاعت الفاتورة دي في قلب الدفتر، وبناء عليه بتتسجل بياناته في الدفاتر في المحل. لكن لما يجي يقول لي أنا واخد شاري تقاوي، طب أنت جبتها منين عشان أقدر أعادي المكان ده؟ يعني إذن الفاتورة هنا هي أداة، المرجع ليه؟ أداة برنامج التتبع اللي المفروض التتبع أنا أعمله لحد ما أجيب المخالفة من المهد. بالزبط. مين اللي جاب التقاوي دي، أو مين اللي ضربها، أو مين اللي غشها، اتعملت فين كمان، في المكان اللي عدادة. طيب يا باشمهندس، انتوا تملكوا حق الدخول على اماكن بيع او تداول التقاوي المرخص. طيب في بيوت منازل، تمام، في قرى كتيره جدا جدا من كل محافظات مصر اعتادت على تحويل بيوتها الى مصانع بير سلم لغش التقاوي وضربها، تمام، اليات ضبط دول ايه؟ ودي نسبه حاكمه ومش قليله. اقول لحضرتك دي مشكله بتقابلنا كتير. أنا عشان أخش مكان كمسكن كسكن، في أماكن كتير كده سكن بيتعدي جواها تقاوي، بس عشان أنا أدخلها كجهة رقابية ما ينفعش أدخل إلا بإذن من النيابة، فبناخد الإجراءات اللي بيعملوا إجراءات تبع المسطحات، شرطة المسطحات، بنقدم طلب وتروح للنيابة بتاخد إجراءات النيابة، يعملوا التحريات بتاعتهم لو خدنا اذن نيابه اللجنه بتخش تقدر تهجم على البيت، يعني لكن لو ما خدناش اذن نيابه ما اقدرش، لا ما تقدرش تداهم من مكان، ما اقدرش ادخل لان ممكن ده مكان سكن وتحصل مشاكل يتعرض ليها المهندس اللي بيخش، نعم، مشاكل قانونيه، لكن عشان اخش قانوني لازم يكون معانا اذن من النيابه.
لكن لو محل مرخص اخش فيه في اي وقت، ومن حقي ان انا اطلع على السجلات وعلى التراخيص وعلى الفواتير وعلى اي شيء عنده تقاول. وده اللي خلينا نقول للسادة المشاهدين ما تشتغلوش مع مكان برسلم او غير مرخص، وده اللي هنوضح اهميته وسلبيات التعامل مع اماكن غير مرخصة بعد الفاصل، خليكم معانا. وزي ما فيه تقاوي مغشوشة في تقاوي سليمة. التقاوي السليمة زي ما قلت لحضراتكم يا اما شركات عالمية وشركات خاصة مصرية بتشتغل في انتاجها تحت رقابة وزارة الزراعة، في عندنا إدارة أيضا تابعة لوزارة الزراعة اسمها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي. عشان كده برحب بضيفي اللي انضم لينا على الهواء مباشرة الآن، وهو الأستاذ وحيد حبيب مدير التسويق في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بك حضرتك. أهلا وسهلا. احنا كنا بنتكلم عن التقاوي المغشوشة، ودي كانت مقاومتها ومكافحتها طبعا واكتشافها والرقابه عليها كانت من الاداره الشقيقه اللي هي الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي. تمام حضرتك. عاوز حضرتك تقول لي برضو الوزاره بتقدم ايه البديل، ما تقولوليش ان كل شيء اسود، ده في شيء ابيض، ايه الشيء الابيض اللي الوزاره ممكن تقدمه للمزارع عشان يضمن انتاجيه محترمه وتكاليف تتسق مع هذه الانتاجيه؟ تمام حضرتك. اولا انا بشكر حضرتك على اللقاء دوت، وبرحب بحضرتك وبقول ان الاداره المركزيه لانتاج التقاوي هي اداره عملها هو المزارع، يعني هو المزارع هو الهدف الاول. الوزاره بتهدف انها تخفض التكاليف، انها تدي تقاوي منطقه مفحوصه، بتفحص عند استلام الخام، بتعمل نسبه انبات ليها في اداره مركزيه للفحص، بتعمل لها تاني بعد الاعداد والتعبئه، بتعمل لها تاني فحص يشوف درجه الانبات فيها. فبالتالي ان الشكاره بتاعه الاداره المركزيه لانتاج التقاوي الفلاح بيضمن ان هي نسبه الانبات بتاعتها بتعدي 90% ومفحوصة ومعليها الكارت بتاعها ومتحدد اللوت بتاعها لو حصل أي من غربلة من الحشائش والغريبة ومتنقية من أي حاجة ضمرة أو إلى آخره. تمام. حتة الحشائش والغريبة والضمرة والحاجات دي عندنا حاجة اسمها التفتيش الحقلي. إحنا الإدارة المركزية بتعمل إيه؟ بتعمل تعاقد مع الفلاح، بيحصل تفتيش حقلي وبيقعد متابع الزراعة بتاعتها لو هي فيها اي حاجه من الحاجات اللي انت قلتها حضرتك ديت كلها بتترفض، اصلا ما تخشش التقاوي الا الحاجه اللي هي سليمه 100%. وبقول لحضرتك انها بتتعمل لها عمليتين فحص انبات اول ما استلام الخام ومره ثانيه عند الاعداد. دور وزاره الزراعه نحدده في كذا نقاط. يعني احنا عندنا السنه اللي فاتت مثلا، السنه اللي فاتت ان احنا كان عندنا شكاره القمح بتتباع ب 250 جنيه. السنه اللي فاتت تعليمات جت من معالي وزير الزراعه والسيد رئيس القطاع والسيد رئيس الاداره المركزيه، يعني المفروض ان كل سنه التكاليف بتزيد او مستلزمات الانتاج بتزيد. السنه اللي فاتت احنا نزلنا شكاره القمح ب 215 جنيه، يعني باقل 35 جنيه عن اللي احنا عن السنه اللي قبل منها. طبعا ديت كانت الاداره اتحملت فيها عبء كبير من التكاليف والدعم دوت. مش هي دي بس، يعني احنا مثلا البرسيم مثلا احنا كنا عاملينه السنه اللي قبل منها كان ب 32، نزلناه السنه اللي فاتت ب 19. كل المنتجات بتاعتنا نزلت بنسبه مش اقل من 25%. دي كانت تعليمات عليا وكانت دي توجيهات رئاسه الجمهوريه ومعالي الوزير. كل دي بتخدم الفلاح بحيث ان المزارع لو عناصر التكلفه بتاعته قلت بالتالي ان هو هيبقى فيه ربحيه كبيره، هيبقى فيه كمان هدف ان هو يزرع المحاصيل الاستراتيجيه دي. فدور وزاره الزراعه انها توفر التقاوي المنطقه المعده المفحوصه درجه الانبات بتاعتها بسعر معين، بسعر اقل من الاسواق بره. الاداره المركزيه لو هي مش بتحط الاسعار ديت او هي بتنزل باسعار التكلفه دعم للفلاح، كنا هندي كده فرصه للشركات انها يعني لو انا عاملها ب 250 الشركات تنزلها ب 300. فتاكد لو احنا عملنا مثلا القمح السنه فاتت ب 215 ففي شركات التزموا بالسعر ما يقدروش ان هم يعملوا ب 300، فاحنا بالظبط كده احنا دخلنا عملنا تحجيم للسوق. فكل دي حاجات لصالح الفلاح. احنا بندخل انواع جديده في التقاوي، الانواع دي ذات انتاجيه عاليه. احنا بيجي لنا من مركز البحوث الزراعيه سياسه صنفيه بتقول ان الاصناف ديت بتجود في مثلا في وجه بحري، الاصناف دي بتجود في وجه ابلي.
فاحنا بالتالي ان احنا بنحاول ان احنا نقول للفلاح يعني في اصناف معينه بيحصل عليها دعايه واعلان جامد جدا من الشركات فالفلاح بيقبل عليها. احنا بنقول له الصنف دوت هيجيب لك مثلا لو صنف قمح هيجيب لك 20 ارداب، 21 ارداب، 22 ارداب، لكن لو انت صممت على الصنف دوت هيجيب لك 13 ارداب. وده حصل السنه اللي قبل اللي فاتت ان هو الناس كلها كانت مقبله على صنف قمح جميزة 11 فواج بحري ما جابش 13 ارداب. بالتالي ان احنا نزلنا صنف جيزه 171 614 النهارده بيوجود في واجه بحري بيجيب انتاجيه تفوق ال 22 ارداب. فابتدى الفلاح يشوف وابتدى ان هو يلتزم بالسياسه الصنفيه ما يلتزمش بالدعايه والاعلام. احنا عندنا اصناف قمح مثلا او في كل المحاصيل ان في حاجات في محافظات معينه مثلا انا عندي حاجات في القمح ما بتجودش غير مثلا من محافظه اسيوط، اسيوط هنا اسوان الوادي الجديد اربع محافظات بس ما ينفعش ان انا انزلها واجه بحري. فده بيبقى حرص الاداره نفسها ان هي ان الفلاح يزرع المنتج او يزرع التقاوي اللي هتجيب له انتاجيه معينه. تسمح لي انتوا اتنين اشقاء من وزاره واحده اوقعكم في بعض شويه. تمام يا باشا. مهندس عبد المجيد انا جبت تقاوي قمح او ذره او رز، احنا داخلين الوقت على الصيف يعني نزرع رز وذره. تمام. جبت تقاوي من شركة خاصة وطلعت مضروبة أو طلعت بايظة، هشتكي، هتجيني، هتعوضني، هتخرب بيت الشركة اللي بعت لي الحاجة. ماذا لو حصل المزارع على تقاوي من وزارة الزراعة ومن منافذ وزارة الزراعة في كل أقاليم مصر وتعرضت لكارثة؟ هتعمل أنت إيه يا بتاع الفحص والرقابة؟ تمام. ده بيتوقف أولا الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، دي طبعا شقيقة لينا وبتعتبر احنا بننفذ عليها كل الخطوات الرقابية زيها زي اي منتج في التقاوي. انا عارف انا عندي أرجوك كميات ارجوك جاوبني انا هجاوب عارف ان ده انا هجاوب انا هجاوب ولو في اي اخطاء بنتخذ معاها نفس الاجراءات القانونية ونفس التصرفات اللي بتحصل مع اي، لان انا ملتزم بقرار وزاري وقانون 53 لسنة 66 والقرارات الوزارية اللي بنطبقها، ملتزمين بالخطوات اللي فيه للاتجار في التقاوي واعداد التقاوي 829 ل 2011 ده قرار وزاري احنا بنلتزم بيه كلنا. يعني الفلاح هيعوض يعني، والاداره المركزيه لانتاج التقاوي يعني ناس متعاونه معانا جدا وناس ملتزمه. وانت مش متوقع السؤال اللي جاي؟ لا ناس ملتزمه مش مهندس عشان خاطري اتفضل. يعني الفلاح هيتعوض مش كده؟ يتعوض لا حسب انا اقول لحضرتك حسب الشكوى. انا لو فرضنا ان هو شاري تقاوي سليمه لما تيجي شكوى اولا قلت لحضرتك لازم يكون الفاتوره موجوده، تاني حاجه بننزل لجنه مشتركه من كذا جهه يشوف العيب ده من ايه، ما يمكن العيب مش من التقاوي، يمكن العيب من المعاملات نفسها اللي عملها المزارع، يبقى المنتج نفسه ذنبه. ما هو المزارع دايما بيقول كده هيقول لي هو العيب انت وانت بتبدر الكيماوي كنت ماشي موطي شويه ما انتش واقف. يا باشمهندس ما جاوبتش على سؤالي. لا هو سؤالي بس هقول لحضرتك فضل. سؤالي لما بتنزل ما اقدرش اقول لحد انت مخطئ الا لما تعمل لجنه كل واحد في تخصصه. عملت اللجنه واكتشفت ان العيب في التقاوي. العيب في التقاوي لا بنتخذ اجراء معاها اللي هو التعويض. التعويض. طب اللي يدفع التعويض مين؟ المنتج ولا اللي فحص؟ لا المنتج. طب هو المنتج ده بيسلم لك ده انت ما بتعتبروش تقاوي الا بعد ما تطلع عيني. لا اقول لحضرتك بالنسبه للفحص يبقى المفروض انا كمحكمه علميه هو على الشاشه لو في تعويض في الحاله دي يبقى الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي اقول لحضرتك اللي ادت الشهاده اللي ادت اللايسنس اللي اعتمدتني وخرجتني هي اللي تدفع. تمام صح ولا لا؟ لو لان لو فيها لو حاجه انت هترجعها له تقول له لا حط عليها سن فلان وبيعها اقول لحضرتك وبيعها طعم اقول لحضرتك اتفضل. عشان العبوه دي تطلع كعبوه تقاوي بيتم عليها اجراءات قلت لحضرتك الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي تحت قياده الدكتور احمد محمد عظام فيها ادارات عامه للتفتيش الحقلي واداره عامه للاعتماد واداره عامه للفحص. الفحص ده معمل الفحص المركزي ده معتمد من الاستا المنظمه الدوليه للفحص. الاستا دي المنظمه الدوليه للفحص التقاوي الفحص البذور معتمد المعمل المركزي معتمد في مصر الوحيد اللي هو في الاداره المركزيه فمش ممكن هيطلع نتيجه غير صحيحه. مش طيب ممكن. فرصه وحضرتك موجود واحنا على الهواء الجماعه اللي زرعوا بطاطس ولبسوا في الحيطه دول عاوز حضرتك تقول للفلاح جاب منين؟
ما هو جاب من واحد بقى من قلت لحضرتك عليه وما معاش فاتوره. معاش فاتوره تمام. طيب هو جاب له الاول كيلو زي الفل كده جربه جاب له ما شاء تمام الله تمام. فدان جاب 20 طن تمام. السنه الثانيه اللي هي دي زرعوا بقى 1000 فدان، حوالي 1000 فدان كلهم لبسوا في الحيطه، الفدان فيرست والفدان جاب شكرتين بطاطس وعلى كده. نزلت اللجنه طب فين الفاتوره؟ ها ده احنا ما جبناش فاتوره وما اتفحصتش. طيب وما اتفحصتش لان انا اصلا في البطاطس لما بتتزرع بيتعمل عليها فحص فيروسي في الحقل، وبيتعمل عليها فحص فيروسي من التفتيش الحقلي، وبيتعمل عليها فحص فيروسي من بعض الامراض، وبتيجي نتيجه كل اللطات والمساحات مقبوله في الفحص الفيروسي. اللي مش مقبوله ما بنعتمدهاش وبنستبعدها خلاص. انا سمعت خبر جديد طازه من الدكتور احمد كمال عطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي تمام. قال ان احنا سنعتمد الفحص الفيروسي داخل مصر ولن نلتزم بالفحص الفيروسي بتاع شهاده المنشا للتقوى المستورده اللي جايه. احنا بنفحص هنا فعلا، احنا بنفحص هنا تاني، بنفحص هنا بس عندنا. انا لما عملت مع حضرتك حلقه في العياط من 6 شهور اتفضل قلت لي لا احنا بنعتمد على شهاده الفحص اللي جايبنا، بنفحص ظاهري وبكتيري هنا بس، انما فيروسي ما بنعملش. لا لا بتتفحص فيروسي هنا، بتتفحص فيروسي طبعا وبتيجي نتيجه من الحقل ومن معهد الامراض وانا ما بقدرش اعتمد الكميه دي الا اذا كانت ناجحه عفن بني وفيروسي، بتيجي النتيجه الفحص بتاعها بتطلع النتيجه بتاعتها. طيب انا علشان تبقى الحلقه طبعا مكتمله ومشتمله، انت عارف عندنا في المحاصيل بتبقى حاجات بسيطه جدا. طبعا انا اشير الى حمله المداهمه اللي عملتها شرطه المسطحات ومباحث التموين ولجنه من وزاره الزراعه من الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي من حوالي 3-4 ايام في احدى محافظات مصر. دهمت مقر كانت تلاجة بطاطس اعتقد، وجدوا فيها تلاجة بطاطس وجدوا فيها 4 طن حبوب ذرة محطوط عليها صبغة بامبا كده وبتتعبى في شكاير وبيزوروا الملصق بتاع شركة من الشركات الكبيرة جدا المحترمة جدا اللي صرفت ملايين علشان تطلع الهجين ده وبتسرق شقاها وتعبها. النهاردة الكلام ده ممكن بيتنفس كتير قوي قوي في شتلات الخضر. انتوا الاداره عندكم معنيه بشتلات الخضر ولا فقط بالمحاصيل الحقليه؟ لا بشتلات الفاكهه وشتلات الخضر في اصناف اللي في حاجات مش مسجله. ملناش دعوه باللي مش مسجل. انا بتكلم على كل شتلات الخضر. ترخيص يا استاذ محمد ابو عمرو لو سمحت ضروري النقطه دي عاوز اغطيها، اطلب لي المهندس محمد زكي لو سمحت. نرجع بقى للنقطه الثانيه. ابو عمرو. المهندس محمد زكي. النقطة الثانية اللي عايز أكملها بس بعد إذنك بخصوص تقاوي البذور، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جهة إنتاج زيها زي أي شركة من الشركات، أي جهة إنتاج. نعم نعم. أنا قلت بيتم عليها كل الإجراءات الرقابية من التفتيش الحقلي للنقل لمحطة إعداد التقاوي، بتتم كل الإجراءات، بتتحط بطاقة الاعتماد المعتمدة زي البطاقة الشخصية لكل عبوة وكل لط. اللط دي كمية التقاوي اللي تم عليها الإجراءات كاملة لاعتمادها. الو الصوت يا جماعه لو سمحت. الو 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 ايوه يا باشمهندس محمد. ايوه يا استاذ محمود اخبار حضرتك؟ الله يبارك فيك. من فضلك لو سمحت عندنا قضيه مهمه جدا بنناقشها بالنسبه لغش التقاوي والبذور بشكل عام. الغش بيعمل فيكم ايه بصفاتكم اصحاب مشاتل مرخصه؟ والله هو الغش ضرر على المزارع وعلى الشركه المستورده وعلى الفلاح وعلى السوق، ما بيسيبش حد خالص. طيب انا بتكلم انت كصاحب مشتل مرخص وعندك عماله وعندك مصاريف معينه، انت لو جات لك بذره مهربه وزرعتها وطلعت والمزارع تضرر منها ازاي بتعوضه؟ احنا يعني حته ان احنا نجيب بذره مهربه ان شاء الحمد لله دي مش عندنا. لا انا بقول افرض واحد ضحك عليك وقال لك ده من شركه وجاب لك كل شهادات الاعتماد وقال لك زي الفل وانت وثقت فيه وزرعتها وتعاقدت عليها مع مزارعين. والله بيوصل الموضوع ده يا استاذ محمود للعرف، بمعنى يعني ممكن الفلاح يبقى السوق كويس يقول انا هبيع زرعتي زي الناس والمشتل يتحمل، انت السبب ان انت ضيعتني. نعم. او حاجة تانية السوق وحش والزرعة مش جايبة التكلفة، يلجأ المزارع يقول انا عايز التكلفة بتاعتي، مع ان الفعلي في الارض
الفدان ممكن ما يجيبش 5000 جنيه وليكن مثلا الطماطم. نعم. فاحيانا ما بتتباعش خالص. فهي كل مشكله ولها المقاييس الخاصه بيها. وفي النهايه بنلجا للعرف لان ما فيش قانون حاسم الموضوع ده ككل. طب انت بصفتك صاحب مشتل تنصح المزارع بايه؟ ما يدورش على المشاتل غير معروفه غير موثوقه. في ناس اصحاب مشاتل كتير بيدوروا على الشتل على البذور المهربه لان طبعا مكسبها كويس. وفي لوم برضو على الشركات اصحاب البذور المسجله لان سعر الباكت الواحد احيانا بيتراوح لمبلغ وقدره مقارنة بالمتهرب المهرب تقريبا النص. فبيلجأ لانه يشتري الرخيص. بيلجأ ان هو يشتري الرخيص. الفلاح النهارده بقاله سنتين ثلاثة مش قادر يدفع اللي عليه. فبالتالي لما يروح لمشتل الصينية عنده يلاقيها ب 150 جنيه ولا ب 200 جنيه وواحد تاني يقول له نفس الصينية وب 100 جنيه عندي بس تعالى. فالفلاح هو اللي بيقع في النص. فاحنا بنطالب ان الشركات اصحاب البذور المعروفه المسجله ان هي تتهاون في اسعار البذور. تتنازل عن جزء من الربحيه لتعميم البذور السليمه وضمان انتاجيه سليمه. انا بشكر حضرتك يا باشمهندس محمد. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا. القضية كان لازم ألمها وده راجل يعني أنا مش لاقي صاحب شركة بذور عشان أكلمه. شركات البذور أحيانا بترفض الكلام عشان برضو مجرد أنك تذكر اسمها في قضية تهريب هو ممكن يخاف يقول لك أن دي دعاية سلبية ليا وأنا أكبر من التهريب. وما في أنت عارف أنه فيش حد النهاردة أكبر من التزييف. معظم الماركات العالمية المهربون النهاردة عندهم تقنيات تزييف أكتر من الشركات الأصلية. بالنسبه للمشاتل والخضر انا بيوقف حدي عند ان هو بيكون مشتري عبوات مستورده من منافذ مرخصه بفواتير تروح لحد المنفذ بيتابعها بعد كده مهندسي البساتين الاداره المركزيه للبساتين هم اللي بيتابعوها في المشاتل. يعني يهمني انها الاول يقول لي مصدر دي جايبها منين. المصدر دي قبل ما يشتكي المصدر دي برضو جاي نرجع نقول المصدر منين. المصدر هيقول لي ده منين يبقى بالفاتوره اللي هو شاري من المنفذ او من المكان دوت. انا شاري 50 باكت او 20 باكت 5 باكت واحد واخده من المنفذ ده ارجع اشوف الدفاتر بتاعتي هل اصل الكميه دي اللي هو خاصيه التتبع اللي قلت لحضرتك عليها. انا اقدر اجيب اصل دي الكميه دي مستورده منين وجايه منين ومين حتى اللي دخلها المنفذ من المينا اللي دخلت منه. استاذ وحيد جاي متاخر وهيزعل بس لازم يعني ايه اديله حق. تمام بس هقول جمله بس بعد اذنك. بالنسبه للاداره المركزيه للفحص اعتمادي التقاوي هي المنوطه جهه الاختصاص بالرقابه على التداول على التقاوي في مصر. ان انا باخد كل اجراءاتي من اول اللي قلت لحضرتك في التفتيش الحقلي وبعد كده بخش الاعتماد بيتابع بيكمل ورا التفتيش وبعد كده بتخش في الفحص المعمل المركزي المعتمد من المنظمة الدولية اللي هي الاستا بيطلع نتائج تمام بيخش بعد كده في تبع إدارة العامة الاعتمادي التقاوي اللي أنا مدير عام بتاعها. عندك ضبطية قضائية اللي هي إدارة اسمها الرقابة على التداول في الأسواق. عندك ضبطية قضائية؟ عندنا ضبطية قضائية من داخلية من الإدارة المركزية. إحنا عندنا من قرار وزير العدل احنا من ضمن الجهات المفروض يصدر لها ضبطيه قضائيه من وزاره العدل. نتمنى ان وزاره العدل مشكوره انها مقدمين الدكتور احمد عظام عمل مجهود قوي في الموضوع دوت وعمل ملف كامل وعرضه بنفسه بحيث يتم اصدار ضبطيات قضائيه من وزاره العدل للمهندس الرقابه على التداول. بدون حق الضبطيه القضائيه يصبح المراقب بلا سلاح، يعني ملوش لازمه الا اذا كان معاه فرد من شرطه المسطحات المائيه ومباحث التموين لان دول الجهتين اللي رسميا لانهم مباحث وزاره الداخليه عندهم ضبطيه قضائيه. نيجي للاستاذ وحيد حبيب. تمام. عاوزك تقول للفلاح الفرق بين انك انت بكره جاي خلاص شهر 5 جاي وهنزرع مشاتل الرز وهنزرع رز البدار. تاخد شكرتين من بيتك انت كسرهم من السنه اللي فاتت وتزرعهم او انك انت تاخد التقاوي المعتمده من عندي او حتى من شركه قطاع خاص. تمام. ايه الفرق في الانتاجيه؟
بص حضرتك، اولا احنا اتفقنا ان لان الذره بتهيألي ما بتكسرش، صعب قوي ان الذره تتكسر، صح؟ لا لا صح. الفلاح عبد ناصر، هو ممكن الرز ممكن تكمل. بص حضرتك، احنا اتفقنا ان دور وزاره الزراعه الاساسي انها في اداره مركزيه الانتاج التهاوي انها بتدعم الفلاح ماديا، يعني انا بديله تقاوي مدعمه. فاحنا كنا سعي الاداره المركزيه ان التقاوي دي فعلا توصل للمزارع، عشان خاطري بلاش نقول حاجه قلناها، انت بتدعم فعلا وانا عارف جهودكم. الفرق ايه؟ ما انا هتكلم دلوقتي اقول الفرق ايه. الفرق النهارده ان الفلاح مثلا ان هو يقول لك ان انا اتقي من بيتي، مثلا ان انا عندي كام شكاره رز ان انا اتقي من بيتي. طب الكلام دوت عشان ايه؟ عشان يوفر ثمن التقاوي. طب ما انا بدي لك التقاوي نفسها، انا مدي السنه دي تقاوي صيفيه ثمنها اقل من اللي هي موجوده عند الراجل العلاف. يعني انا مثلا النهارده السنه اللي فاتت مثلا الذره الشاميه كان عندي ب 215، السنه دي منزلها الهجين فرد 10، هجين فرد 10 والفرد كله منزله ب 190 جنيه السنه اللي فاتت، 5 كيلو مش 5 كيلو منزل الثلاثي ب 160 جنيه، في فرق 30 جنيه او في حاجه كلام من ده. عندي مثلا السمسم السنه اللي فاتت كان ب 36، السمسم النهارده موجود في السوق 48 جنيه و42 جنيه، انا منزله تقريبا ب 34 جنيه. انا منزله تقريبا ب 34، يعني اقل من سعر السلع يعني للاستهلاك. فول الصويا اسعاره العالميه معروفه انها زاد، انا 8 وشويه دلوقتي. لا انا منزل التقاوي سعر الكيلو 11 جنيه، السنه اللي فاتت كان ب 12 جنيه. كلها اسعار مدعمه، فانت ليه تتجه ان انت تزرع من بيتك من مزرعتك او من انتاجك؟ اول حاجه ان هو يعملها ان انت بدل ما انت مثلا هتزرع الفدان هيجيب له 10 اردبات هيجيب له 5 او 6. انت لو حسبت التكلفه بتاعتها ده مثلا لو احنا اتكلمنا في القمح مثلا، اجدع فلاح هيجي يزرع من التاو القمح بتاعته هيجيب كام؟ هيجيب 14 اردب. لكن لو انت جبت 22 اردب الفرق الثمن الارديب ده بكام؟ وفرق بين اللي انت خدته من بيتك وبين الشكاره قد ايه؟ 50 جنيه حاجه. لا حاجه يعني ممكن يوفر في الفدان 100 جنيه في التقاوي فيخسر مثلا 4-5000 جنيه انتاج. الفرق ان الشكاره اللي ابوها اللي بيقول عليها الاستاذ وحيد تم عليها اجراءات، انت واخدها مطمن ان كل الاجراءات تمت عليها تمام. هل حصلت رطوبه على الشكاره بتاعتك؟ هل التخزين بتاعها وحش؟ هل نسبه الانبات بتاعتها؟ انا عندي الشكاره بتاع شكاره الانتاج التقاوي مفحوصه، انا باجي استلم من الفلاح الخام بتاعه بتتفحص نسبه الانبات، لو هي طالعه نسبه الانبات بتاعتها اقل من 90 او اكتر من 90% حضرتك يقول بتترفض انا ما بستلمهاش. لو هي بعد ما تعدت كمان ما تحصلهاش نسبه انبات ال 90% برضو انا برفضها. فانت ضامن ان انت واخد شكاره مفحوصه. انا ايه الفايده ان انا ازرع مثلا فدان بدل ما احط له 60 كيلو مثلا او احط له مثلا 90 كيلو تقاوي من عندي وفي الاخر خلاص ما تطلعش؟ طيب يا باشمهندس مجيد، والميزه كمان بعد اذن حضرتك في الاداره المركزيه للانتاج التقاوي انها تعمل فحصين ممكن لنفس الكميه. اول ما بتخش الكميه الخام من بتعمل فحص مع محاسبه، بتفحص الكميه دي في المعمل وتطلع انها نتيجه مقبوله تمام، بعد كده بتدخلها اعداد والنتيجه بالفحص وتطلع فحص نهائي تاني. ده غير ان انا يعني بتفحص مرتين، عامل تفتيش حقلي طول السنه، ما فيش حاجه اسمها زمير، ما فيش حاجه فيها عشان انا عاوز اقول حاجه. يعني انا اتفضل، يعني انتما تمثلان ادارتين انا بعتبرهم ادارات مكافحه وجنود مجنده في وزاره الزراعه. تمام. في النهايه خالص المخرجات بتاعتي تقاوي معتمده مصنفه موصفه محترمه لصالح مناسبه لصالح الفلاح ولصالح الانتاج الزراعي والامن الغذائي المصري. طيب اصرار الفلاح، 70% من الفلاحين الى الان برغم تكرار الكلام ده 70% منهم بيلجا للتقاوي الكسر خاصه في القمح والرز، ودول المحصولين الاستراتيجيين الاساسيين في مصر. ده يا ترى سببه اكيد نقص وعي، نقص الوعي ده محتاجين مين يساعدكم من ادارات وزاره الزراعه بلا تحفظ وبلا حرج؟ لا مش هو احنا الحمد لله عملنا على احنا لينا 22 اداره على مستوى الجمهوريه، كل محافظه ومكان ليه اداره تابعه للفحص واعتماد التقاوي. الناس اللي هناك بتعمل مجهود وبتعمل دعايه حتى في المحلات التجاره المرخصه، يعني بتعليمات الدكتور احمد محمد عظام عملنا نشرات في المحلات الاتجار كلها وبالتوعيه ان ننبه على المزارع يقرا منشور ان نتعامل مع التقاوي المعتمده عشان ما تخسرش مجهودك ومصاريفك، اشتري بفواتير سليمه، اطلب فاتورتك من التاجر قدامه
بتعليمات احنا منبهين على المهندسين اللي تبعنا بالمرور دايما ينبه على التجار باصدار الفواتير واصدار الفواتير للمرور. والله مهما تقول مهما تقول اخونا الفلاح هقول انا بقول لك يا عم سيبك بس من الفلاح ذكي حضرتك انا دكتور نفسي الفلاح ذكي وناصح وعارف لما هو اصلا بيدور على عارف يعني ايه بطاقه اعتماد تقاوي يعني ايه عبوه معتمده هو بيعرف ياخدها وعارف انه بياخد حاجه مضمونه 100%. طيب انا هخترع على حضرتك حاجه اتفضل. بما اني برضو يعني معاكم في الخيه تمام ومعالي وزير الزراعه المحاسب سيد القصير مش هيرفض الكلام ده كل قنواتنا الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه هترحب بالكلام ده. انا بقترح ان زي ما وزاره الداخليه مشكوره عندها نشرات توعويه يوميا في كل وسائل الاعلام الرسميه احنا نلجا لتوعيه المزارع دوريا باهميه الحصول على التقاوي الاصليه المعتمده والتحذير من غش التقاوي المغشوش التقاوي تمام. وده له اثر سلبي على جدا طبعا. الانتاج او الامن الغذائي المصري لان احنا عندنا يا جماعه فجوه غذائيه في مصر قوامها 160 مليار جنيه. لو قاومنا الغش والتزوير وبنفس المصاريف ونفس الارض ونفس الميه ونفس العماله يمكن نسد الفجوه دي من عندنا وبالتالي نعمل ربحيه وما نصرخش من خسائر الزراعه. انا بشكر حضراتكم جدا جدا وقتي للاسف خلص الاعمار حتى بتنتهي. بشكر حضرتك الاستاذ وحيد حبيب رئيس الاداره رئيس مدير عام التسويق في الاداره المركزيه لانتاج التقاوي وبشكر المهندس عبد المجيد احمد فؤاد اللي بيصر دائما على انه يذكر عبد المجيد احمد فؤاد تيمنا طبعا ملك مصر والسودان السابق احمد فؤاد باشا. انا بشكر حضرتك وان شاء الله نلتقي دائما على خير في حلقات توعويه وتثقيفيه للمزارع. ده دور حضراتكم في الاداره في محطه زي مصر الزراعيه برضو ده دور مهم لحضراتكم هنا من التوعيه بنشرات مستمره هنا دي ممكن تفيد اكتر لان انا اعرف ان معظم المزارعين بيتابعوا هذه القناه. نجتهد والباقي على الله. حضرات الساده المشاهدين تصبحون على الف خير.